السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناه ماشين ام زياد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي مع هذا الفيديو. هذه غدا عيد عاشوراء، كنقول لكم شوفوا كي جاتكم العبايه ديالي، كنتمنى تعجبكم هذه العبايه ديال ماما ديال الحاج عطاتها لي النهار اللي تزوجت. كتعجبني الصراحه لام ديزاين اللي فيها، يعني هذا الموتيف هكايا وهاد الطريزات هكا وهاد الخدمه هذه، لا حتى من ناحيه لا كولور زوينه. المهم بغيت كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون خفيفه وظريفه على الخاطر ديالكم. فيكو غادي نكون جالسه غير هنايا في هذه البلاصه وكنشرح لكم وكنهضر معكم. طبعا غادي نشرح لكم بعض النقاط اللي كنتو طلبتو مني، جاوني في كوم دي كيسيون في لي ميساج في فيسبوك وفي انستغرام، ناس كيسولوني على كلكو كيسيون هكا بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو لفرنسا وباغيين يعرفوا شحال من حاجه قبل ما يجيو. المهم كنتمنى تبقاو حتى لاخر لا فيديو باش حتى نتوما تستافدوا اون سي با واحد النهار نتوما تجيو لفرنسا وتبغوا تعرفوا هادشي. المهم خليكم على فيديو. رجعت لكم باش نشرح لكم لا بروميير كيسون اللي كانت جاتني، هي انا في المغرب خديت الفيزا ديالي وجيت لفرنسا، ولكن واخا جيت بغيت نولي انديبوندون ولا انديبوندونت، بغيت نولي اوتونوم يعني خدام عوال على راسي. شنو هي الحاجه اللي نقدر نبدا بها؟ شنو خصني ندير؟ اول حاجه جيتي لفرنسا، يعني إذا كنت جاي عندك فيزا، مهم أبغتيغ من الفيزا كيسمحوا لك أنك تخدم تكون ديكلاري، يعني سالاري ديكلاري سواء بسي دي دي سواء بسي دي، ولكن غالبا كيديرو لك سي دي دي من الأول، يعني كونترا انديتيرميني باش عاد باغ لا سويت إلا كان عندك التيتخ دو سيجور و لي بابي ديالك كوم الفو كيتسناو عندك سي دي اي لقاو فيك لي كاليفيكاسيون وخدام بوسور وهو هذاك. المهم اول حاجه خصك تقادا هو سي في، يعني هذه حاجه ضروريه، سي في كتكون داير فيه السمي. الا شي نهار بغيت نوريكم الطريقه كيفاش تصايبوا في السي في هنايا في فرنسا وشنو هما الحوايجات اللي كيطلبوا في السي في اللي هما مهم منهما، يعني كتعرف ان هذاك لونتروسيان اللي راح تمشي ليه كتكون عارف شنو هما الحوايج اللي بغيتيهم وهو يشوفهم في ذاك السيفي. ولكن يعني عندك السيفي اوكي، فين غادي تمشي ديبوزي السيفي؟ اول حاجه كتبدا بها هي لي زاجونس دانتيرين. هاد لي زاجونس كيكونوا دايرين علاقات مع لي بحال دابا لي زوزين لي ريستوران، مهم كيكون عندهم واحد لو كونتاكت مع الناس اللي عندهم شركات، الناس اللي عندهم دي بروجي، الناس اللي عندهم فوالا دي بروجي، وهما اون فوا تيخصهم شي خدام في ديك البلاصه كيسونيو على هذيك لاجونس باش تلقى ليهم شي واحد البروفيل اللي هو الكونفيان لهذاك لو بوست اللي كيقلبوا عليه هما. مهم بحال اللي قلتو داك لاجونس دانتيريم كتكون بحال انترميديير ولا واحد الوسط ما بين هذاك اللي كيقلب على لو شيرشور دامبلوا ولو بوست اللي هو شيرشي. فوالا المهم كتمشي باغ اكزومبل مشيتي لديك لاجونس دانتيريم، اول حاجه كيحلوا الصباح وكيحلو حتى العشية، ولكن الا بغيتي تبين انك بغيتي تخدم وكتقلب فريمون على الخدمه خصك تمشي بيان سور في الصباح هنا في فرنسا. مي الا مشيتي العشيه تقلب على خدمه في لي زاجونس سيغت غادي يشدو لو سي في ديالك، مي سواي زعما باش نكونو كلير غادي يشدو يقطعو ولا يخليو هو لتحت لحقاش. الا شوفي انك تجي لهم في العشيه راه ان شوفي انك تجي مع العشرة الصباح راك تي با بالنسبه ليهم تي با كيكان اللي هو باغي يخدم وموتيفي، لحقاش هما الفياق الصباح بكري عندهم شي حاجه مهمه جدا كيبينوا انك تي بونكتويل اول حاجه، ثاني حاجه كيبينوا انك موتيفي تقلب على خدمه وتكون راسك وتخدم وهذه. المهم مشيتي تقلب على خدمه، مشيتي لديك لاجونس كيشدو السي في ديالك. كيف قلت لكم خاص تمشيو الصباح بكري، يعني كي كتحل باغ اكزومبل لاجونس مع 8 انت سير مع 8:30 ولا مع 9، المهم من هادشي.
اسمحوا لي غادي نكون شويه مرتبكه شويه فاتيكو، ولكن قلت هذا الفيديو خصني ضروري نحطو لكم ونعاود لكم ونهضر لكم على هاد النقاط هادو. المهم كيف ما قلت لكم مشيتي باغ اكزومبل هذا هو السي في ديالك، غادي يشدو هذوك اللي كيكونوا خدامين في لاجونس، كيشوف اول حاجه واش عندك بيرمي بلا ما تقرا لي كاليفيكاسيون ولا لي ديبلوم ولا النومبر دي ديال لي زيكسبيريونس اللي عندك. قبل ما تبدا من هادشي اول حاجه واش عندك بيرمي، واش عندك فيكول. الا كنت عندك بيرمي كنتي فيكولي راك سيتادير راك غادي تلقى الخدمه دون 2 jours 3 jours ولا في لو جوغ ميم غادي تلقى الخدمه، لحقاش بالنسبه ليهم هما خدمه هي بيرمي ايغال خدمه. لحقاش ديبلاسمون بزاف ما يمكنلكش تلقى خدمه حدا الباب ديال الدار، وبليجي غادي تلقى خدمه ولكن غتلقاها بعيد على الدار. دونك ديبلاسمون مويان ديال ديبلاسمون من دارك للخدمه كيشوفوا واش عندك الفيكول ديالك. ضروري تكون عندك الطوموبيل ديالك، شي الا ما كانش عندك الطوموبيل راه ماليش تلقى واحد خدمه زوينه اللي غادي تشوفي فيها مزيان، باش نكونوا زعما واقعيين. مهم كيشوفوا واش عندك بيرمي، واش عندك فواتور، وكيشوفوا لي بوست اللي علاش كتقلب نتايا. لحقاش واخا عندك واحد لي كاليفيكاسيون واحد لي ديبلوم با فورسيمون انك تكون كتقلب في هذاك لو بوست اللي باغي نتا، يعني لحقاش دي فوا لي زوفر دومبلوا ما كيكونوش في داكشي اللي كتقلب نتايا. دونك ما يمكنش نتا تبقى هكاك كتوشي لي غيسا ولا شوماج حتى يخرج داك لو بوست اللي باغي نتا، وعاد تدفع السي في ديالك شوف واش يعيطولك واش ما يعيطولك. دوكو كديباني كتخدم خدمات اللي هما حتى هما محترمين اكيد، وعلى ما يجيب الله لو بوست اللي باغي نتا. سكيفي يعني كيطلبوا منك اين بوست باغي تخدم. وكاينين اللي كيقولوا لك خصنا لا لاتر دو موتيفاسيون. باغ اكزومبل نتايا كنتي كتقلب باغ انترنيت ولقيتي واحد لوفر دومبلوا، يعني لقيتي واحد لانونس ديال واحد الخدمه، قبل ما تمشي لاجونس انك تبوستولي على هذيك لوفر ولا هذه، كدير واحد السي في ديالك كي كتكون مخرج منه بزاف، كتاخذ واحد السي في وكدير فيه وكدير عاوتاني واحد الورقه بيضاء لا ليتر ديال موتيفاسيون، لا ليتر دو موتيفاسيون كتكتب فيها كوم كوا راك تي موتيفي هذاك لو بوست، وكتبين لهم علاش انت تي موتيفي وكيفاش غتقدر على داك لو بوست، كتبين لهم لي كومبيتونس ديالك لي كاليتي، اي بيان سور ما غاديش تبين لهم لي ديفو. خصك نتايا بحال بوغ كونفانك هذاك لو شيف دونتربريز ولا هذاك اللي غادي يبروبوزي عليك داك لو بوست فاش تمشي دوز لونتروتيان دومبوش، سي كلير. المهم هذه اول حاجه قلت لكم جيتي لا موندغ دي شوز، جيتي لفرنسا وبغيتي تخدم كتبدا بهاد لي زاجونس دانتيريم. كاينين عاوتاني جوج بلايص اللي هي بول امبلوا لا ميسيون لوكال. اول حاجه غادي نوريكم كيفاش تكتب بول امبلوا هكا بالنسبه للناس لي انتريسي وباغي يعرفوا بزاف على هاد لي زانفورماسيون. غادي يمشي تابي سور جوجل بول امبلوا وغادي يخرجوا ليه لي زانفورماسيون. نورمالمون في اي مدينه في فرنسا كاينه بول امبلوا وكاينه لا ميسيون لوكال. اول حاجه غادي نبدا ليكم نهضر ليكم على بول امبلوا، و او ميم طون غادي يجيني في الهضره نهضر ليكم على لا ميسيون لوكال. هيا كي كتكتب بول امبلوا فوالا ما عرفتش واش غادي يجيكم. المهم انا كتبان لي مقلوبه مي جو بونس نتوما تبان لكم هي هاديك. وغادي نوريكم دو كي كتكتب لا ميسيون لوكال، وغنهضر لكم على ليكسبيريونس ديالي معاهم بجوج. هيا كي كتكتب لا ميسيون لوكال دو، اول حاجه جيتي لفرنسا بغيتي تقلب على خدمه كيف قلت لكم في لي زاجونس دانتيريم، ماشي غتحط في لاجونس دانتيريم وغادي تبقى تسناهم حتى يجاوبوك نو، او ميم طون غتمشي تقلب ايغ في بلايص اخرى اللي هما كاينين جوج الحوايج. بالنسبه الى كان لاج ديالك ولا العمر ديالك من فوق 25 عام كتمشي لبول امبلوا، ولا كان لاج ديالك من 25 عام ل 17 يعني ل 17 العام، ما بين 25 عام ل 17 العام كتمشي لا ميسيون لوكال. ساشون كو حتى الا كان عندك داك اللاج ما بين 17 حتى ل 25 تقدر تمشي اون ميم طون لبول امبلوا. انا فاش جيت فرنسا سجلت فيهم جوج
كان عندي في لاجيالي 23 نو جي سوف كان عندي 21 نو جو بونس واي ولا 22 مهم بريك تسجلت فيهم بجوج بحكم انا لاجيالي كان موان دو 25 مشيت لا ميشن لوكال درت فيها لانسكريبسيون اي بحكم ان ميم جي هذاك لاج ما بين 17 و 25 حتى بلومبلوا كتعطيني كتحل لي الباب ديالها باش نمشي نسجل فيها. هاد جوج فروع هما بجوج كيعاونوك انك تقاد السي في اول حاجه بعدا كتسجل كتمشي لبلومبلوا باش ما نخربقش لكم الحاجات وندخلكم ونخرج لكم في الهضره. انا فاش كنهضر مع صراحه كنشد من هنا ومن هنا مي جو بونس لو ميساج غادي يكون باين واضح والشرح ديالي غادي يكون واضح هو هذاك. المهم كما قلت لكم بولومبلوا مشيت سجلت فيها داروا لي لانسكريبسيون فاش جيت ديجا من المغرب كنت جبت معايا لي زاتيستاسيون دغيا بسيت كوم كوا جي اون ليسونس فلا لانغ اي ليتيراتور فرونسيز جبتها معايا. المهم تيقولوا لي فوالا نتيا منين. المهم قبل ما يديروك ديك لانسكريبسيون تيجمعوا بزاف د المعلومات عليك باش يدخلوهم في السيستيم عندهم في لوغدي باش تكون ديك الساعه باش يعطيوك واحد لي دونتيفيون وواحد لو مود باس لواحد لي سباس بيرسونيل ليك نتا فهاد بلومبلوا كوم سا ديك يا اون اوفر ولا كوك سو سوا تدخل لي سباس بيرسونيل ديالك. الا كانوا عندك دي كوريي ستادير دي ميساجوك من بلومبلوا ولا دي اوفر دونبلوا كتلقاهم في لي سباس بيرسونيل ديالك تي تكونيكت غير من الدار. الا بغيتي تمشي عندهم حتى وبغيتي شي حاجه مع الكونسيي ديالك هذاك اللي كيكون متكلف بالدوسي ديالك ولا بك نتايا كتصوني كتاخد رونديفو وكتمشي لو جوغ ميم عنده باش تهضر في دوك لي في النقاط اللي باغي نتايا تعرف عليهم ولا باغي لا ريبونس بوغ هذوك لي كيسيون اللي عندك نتايا. بغيت المهم شيت دار لي انسكريبسيون كتعطي اول حاجه باسبور لحقاش انت جديد سور لو تيريتوار فرونسي دونك اوبليجي غيطلب منك باسبور باش جيتي لهاد البلاد هادي حقاش شي حاجه خص تكون ما عرفتش كنقولها لكم خص يكون داكشي عندهم بلي دووا وداكشي مهم ما عرفتش كادير نوصل لكم الفكره مي ماشي داكشي غادي يكون مخربق غير تجي تقول لهم بغيت نتانسكري ويدخلوك. اول حاجه واش عندك لا كارت سيجور واش عندك باسبور واش عندك فيزا. يعني كانت عندي غير فيزا في الباسبور ولا كارت ديدونتيتي ماروكين يعني ما كانش عندي لا كارت سيجور ولا لا كارت ديدونتيتي فرونسيز. المهم خدا مني داك لو باسبور فيريفيا كوم كوا انا هذاك الباسبور ماشي مزور وفيه لي زانفورماسيون اللي هما فوالا اللي هما اللي غادي يحتاج في لانسكريبسيون ديالي. خدا لو ليفري دو فامي اوسي اللي ما بيني وبين الزوج ديالي وشاف شحال من المده بلي انا في فرنسا ودار لي لانسكريبسيون. المهم دخل كاع المعلومات اللي طلبهم مني باش ندخل في داك بولومبلوا صافي سجلني ولا عندي كيف قلت لكم تعطيكم واحد لي دونتيفيون كيكون فيه واحد تقريبا 6 ولا 8 د الرقومه مع واحد لو مود باس ديك هي كيف قلت لكم شي ميساج جاكم من الكونسيي ديالكم ولا شي حاجه بحال هكا كتدخلوا في لسباس بيرسونيل باغ انترنيت ولا باغ لابليكاسيون كتيليشارجيوها سواء في الايفون سواء في سامسونج كتيليشارجيوها وكتفتحوا من عندكم من داركم تتكونيكتاو باش تشوفوا واش كاينين دي زوفر دومبلوا ولا شي نساجكم الكونسيي ديالكم. اي فوالا دوزيامون مشيت حتى لا ميسيون لوكال وتسجلت فيها باش حتى انا نستافد من لي بروبوزيسيون ديال لا ميسيون لوكال. صراحه لا ميسيون لوكال متكلفه بلي جون ابغيزير وزوينه انا عجبتني ودوزت فيها واحد ليكسبيريونس زوينه الحمد لله ما طحتش ما غاديش نقول لكم طحت في لي غاسيست مي ما طحتش فيهم مي ما كونسيير شويه كانت انا ماروكان وهي فرونسيز ما انا الحمد لله مفتخره بليدونتيتي ديالي واخا جيت لفرنسا انا مفتخره انني مغربيه وهي بحال اللي كان كيدورونجيها انني عندي ديك لا غروس تيت كوم كوا شوي ماروكان شوي فوالا شوي ميور كو توا اي كو فوالا. وحنا الحمد لله خصنا فين ما مشينا ما نساوش الهويه ديالنا ونوليو نتصنعوا نردوا راسنا فرنساويين ونوليو نديروا بحالهم بالعكس نكونوا مفتخرين بينا واخا بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يهضروا فرنسيه هضر وغلط بالعكس هما الحاجه اللي فيهم زوينه
كيحاولوا يفهموك وخاص بغيت تهضر معاهم بالاشارات يعني ما كتعرفش تهضر غتمشيو غادي يرحبوا بك ويحاولوا يفهموك شنو باغي وشنو عندك ولا جاي. المهم فوالا هادشي فيهم صراحه زوين كل سوسوا كان غاسيت او باغاسيت كيعطيك لو طون كيحاول يسمع منك ويشوفك شنو لحقاش هذيك خدمتو والخدمه ديالهم وهنايا كيديروها كوم يلفو يعني ما كيتشطروش فيها داك اللغه اللي عنده في داك داك البلاصه كيديروا على احسن وجه. المهم جيت انسكريت لا ميم شوز بريسك لا ميم انسكريبسيون في لا ميسيون لوكال تاهما طلبوا ليا ما كارت سيجور ما كارت ديدونتيتي ماروكين وكاو يا ان سوسي باش يعرفوا فين تزيديتي فين كيتو هادو بزاف د الحوايج. المهم انسكريت وكانوا داروا ليا انني ندخل نسني واحد لو كونطرا ديال لا غارونتي جون فيها ان ان في ديك لا كونطرا ديال لا غارونتي جون فيها ان ان بيريود ديال ان ان كتسنيها يعني عندك كونطرا يعني في ديك لا بيريود عندك الحق انك تمشي تسافر مي ماشي بعيد فهمتي ماشي تمشي على لو تيريتوار فرونسي. مهم كتقلب في ديك لا بيريود على لي ستاج وعلى الخدمه وقبل ما نبداو استغفر الله قبل ما نبداو نقلبوا على خدمه اولا لي ستاج كي يديروا لنا واحد ان موا ديال فورماسيون بحال هكا بيتيت فورماسيون كيوريونا كيفاش نقادو سي في كيفاش ناميليوريو من لا بيرسوناليتي ديالنا كيفاش نديفلوبيو من لي كاليتي وكيفاش نغطيو على لي ديفو واخا كاينين فاش نمشيو ندوزو ان اونتروتيان دونبوش ما خصناش نبينوهم لهداك اللي كيدوز لنا امتحان ولا لو شاف ولا لو باترون ونبينو واحد لو بروفيل اللي هو il convient لهداك لو بوست كي قلت لكم فهم بغيت. المهم صراحه تسجلت في ديك لا غارونتي جون ودوزت فيها عام درت بزاف ديال لي ستاج في بزاف ديال لي دومين خديت تجارب اش غادي نقول لكم حسنت من راسي وليت ماشي انا ديجا عندي ليسونس في الفرنسيه كنت نقول يا كنعرف نهضر بالفرنسيه ايتو ما كنديرش لي زيغور ايتو ولكن فاش جيت هنا وتقابلت مع لي فرونسي وليت كنهضر كنلقى راسي انني كندير بعض الاخطاء وكاينه شي حاجه بحال حنا كنديروا حنا لي ماروكان كنديروا ديك تراديكسيون مو امو هنايا نو هنا كتحاول تهضر عندك واحد لا فاسون دو بارلي عندك واحد لا استراتيجي عندك واحد لاغ دو بارلي فهمتوا يعني كتهضروا واحد كاين واحد لا بوليتيس دو بارول. مهم بزاف الحوايج بزاف لي ريغل بزاف ديال الحوايج اكيد ماشي نفس الثقافه ماشي نفس التكوين ماشي بزاف ماشي نفس التربيه عفوا ماشي نفس التربيه ماشي نفس ماشي ما عندناش بحال بحال حنا عرب حنا افريقيين وهما فرنسيين فالحمد لله ما لقيتش انا صعوبه من ناحيه الهضره بالفرنسيه كنت ندمج دغيا كنهضر معاهم كنت ندير لي ميزون سين كنهضر كنقدم راسي كندير راسي انني كندوز. المهم صراحه كيكونونا كانت فتره ديال التكوين في ديك الفورماسيون اللي دوزنا فيها شهر دازت ان بيل اكسبيريونس صراحه وكانوا فيها ماشي غير فورماسيون كنمشيو نجلسو في الكراسون بقاو دو 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 كانوا كنا كنديرو شويه ديال لانفورماتيك كنديرو دي سورتي دي بالاد كنخرجو انصامبل نمشيو سينما نمشيو لي ريستوران اي تو. المهم كانوا دي زاكتيفيتي هكا حلوين تنديرو دي جو دي المهم صراحه كانت ان بيل اكسبيريونس وما لقيتش في ديك البلاصه ما لقيتش الغاسيزم بصراحه دوزت مانيفيك اكسبيريونس اي فوالا. المهم هادو هما النقاط اللي قلت لكم وجاني واحد لا كيسيون اوسي انا اترونجير يعني ماشي فرنسيه ولا ماشي فرنسي وجيت لفرنسا وعندي دي كاليفيكاسيون باغ اكزومبل قريت في البلاد وكونت راسي في البلاد وخديت ديبلومات واش عندي لو دووا انني نخدم ديك الدبلومات في فرنسا فاش نجي يعني اول حاجه غادي نقول لك عندك لو دووا يعني الا درتي ليكيفالون ديال دوك لي ديبلوم يعني سي تاجير باغ اكزومبل انا فاش جيت قلت لهم فوالا ها هما لي ديبلوم لي عندي بروبوزاو عليا انني نكمل ماستر ايتو ولكن قالوا لي نقدر نكمل ماستر ولكن باش نخدم بدوك لي ديبلوم انا خصني نكمل ماستر باش يوليو عندي ديبلومات فرنسي يعني باش يكون عندي ان ماستر فرونسي ولكن باش شنو غادي نقول لكم باش نخدم دوك لي ديبلوم سي نقدر نخدم نلقى في لي سيرفيس اللي هما ماشي في الدومين ديالي يعني لي سيرفيس نديباني بهم ولكن في الدومين ديالي باش نخدم فيه اوبليجي انني ندير ليكيفالون دوموند ديال ليكيفالون
ديال لي ديبلوم ديالي خصني ليكيفالون ديال لي ديبلوم ديالي باش عاد نقدر نخدم بهم. سيتاتير كتمشي كتخلي 70 يورو اللي هي 700 درهم باش تفد ديك لا دوموند دوك لي ديبلوم ديالك في ليطا فرونسيز كتصيفط ليهم لا دوموند وكي يتريتيو داك لو لي ديبلوم ديالك وهداك الشيء اون فونكسيون ديال هذوك لي ديبلوم كيعطيوك هما واحد لاتيستاسيون ولا واحد ديبلوم كوم كوا راك تي كاليفيي وعندك فوالا عندك هاد لي ديبلوم تقدر تخدم بهم شغل لو تيريتوار ستاتجير بحال دابا انا عندي ليسونس وغادي ندفع لا دوموند با فورسيمون انهم يردوا ليا ليكيفالون ديال ليسونس ديالي ليسونس لا يقدروا يعطوني غير باك ولكن الا ابارتير من الباك لحقاش هنا باك راه كيفتح لك بزاف الافاق يعني تقدر دير به بزاف د الحوايج سي ا بي مهم حتى نهضر لكم فشي فيديو واحد اخر على هاد لو بوين هذا ونديفلوبي فيه اكثر واكثر باش هكا ما تجيش لا فيديو ديالي طويله وجيسبر نكون فتكم ولو غير شويه واخا لا فيديو بانت لي دابا 19 مينوت سي ديجا با مال مهم كنتمنى لا فيديو تكون كانت خفيفه ظريفه على الخاطر ديالكم ولا بغيتو بلوس يعني ديال شروحات وبزاف ديال المعلومات ما تنساوش تصيفطوا ليا في لي ريزو سوسيو ديالي سواء انستغرام سواء فيسبوك جو سوي سوفون اكتيف في هاد لي دو ريزو سوسيو وما تنساوش بارطاجيو لا فيديو ديالي مع فو بروش فو زامي اون جينيرال في لي جروب باش تعم الفائده بالنسبه للناس اللي باغي يجيو فرنسا وباغيين يعرفوا بزاف ديال النقاط واوسي ما تنساوش تخليو لي في لي كومونتير لتحت دي كيسيون الا كانوا عندكم وبغيتو تعرفوهم افيك غون بليزير المهم هكا كانت تكون الفيديو ديالي وصلت النهايه ديالها كنبغي نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد خليت لكم مرحبا.